ما حكم مصافحة المرأة العجوز من غير المحارم وصاحب؟ وهذا السؤال هو المستمع أبو الحسين علي حسين أحمد القروي أو الفروي من اليمن. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له وليست من محارمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، لما في ذلك من الفتنة، ولو كانت كبيرة السن لا يجوز أن يصافح إلا محارمه أو من يحل له من النساء. نعم.